ذلك من أشعار أبيك أم من أشعار محمود درويش أم من تبر وتراب إيليا الماضي أكبر شعراء المهجر الذي عاش بين 1890 إلى 1957 من ديوانه المسمى تبر وتراب. إن كان هم من هنا أو من هناك فأنت من تراب هذا الوطن المقدس ومن تبر هؤلاء الشعراء. أنت من ملح هذه الأرض التي تعشقينها بروحك وقلبك وعقلك وتعشقين قدسية الحياة من حيث إيمانك المطلق بوجود الله. هذه القوة الإلهية الموجودة بأعماقنا والتي تعطينا القوة في تنفيذ أعمالنا الإبداعية حسب أقوالك. ومنها أيضا إيمانك بعد وجود فتوحات تميز بين فن المرأة وفن الرجل، والفن الحقيقي هو فن إبداعي، لا يوجد فن مؤنث أو فن مذكر. أنت لا تنسجين الطبيعة كما هي، بل ترسمينها كما هي موجودة في مشاعرك. أنت تبحثين عن الإيقاع والانسجام من الإدراك العقلاني. الرسم عندك إحساس سابق للتفكير المنطقي. تبدأين بفكرة بسيطة تكون نقطة انطلاق حتى تشعرين بالانسجام في العمل الإبداعي. أنت تؤمنين بحتى الشعوب في الحرية بالعيش المشترك على تراب هذا الوطن، وتؤمنين أنه بإمكان الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي أن يتعايشا في سلام ومساواة بدون استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، لا من منطلق القوة ولا منطلق الاختلاف القومي أو الدين. أنت عاشقة للفن منذ نعومة أظافرك، وتابعت دراستك الفنية في أورانيم بعد زواجك ب13 سنة، وأنهيت دراستك في سنة 1985. وبعد التخرج درست تاريخ الفن والنحت والرسم في الناصرة والقضاء، وتابعت مسيرتك في الرسم في مرسمك الخاص. أسلوبك في الرسم ليس رسم مظهر العالم الواقعي، بل إحلال لرمزي محل الوصفي، واستعملت رموزا للأرض المرأة ودمجتيها مع النفوس العربية في قالب تجريبي. إن انتماءك لهذه الأرض لهذا الوطن ظهر جليا في أعمالك. الأرض الأشجار والتراب، وليس غريبا عليك تسمية المعرض تبر وتراب، فأنت من تبر هذا الوطن ومن ترابه. لك إنجازات كثيرة في عالم الفن التشكيلي، لكن من المعارض الخاصة 3 معارض، ومن المعارض المشتركة 22 معرضا من سنة 1987 إلى 2012. أبارك لك هذه المسيرة العامرة بالإنجازات والنجاحات. أبارك لك هذا المعرض الجميل، أحييك من كل قلبي، وأتمنى لك المزيد مزيدا من العطاء والنجاح قدما وإلى الأمام. والله الموفق، والسلام عليكم.